النجم الكبير كابتن احمد فوزي. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا سلوم، ازيك حبيبي؟ كانت اخبارك ايه؟ طبعا نجم مصر والنادي الاهلي السابق ومدرب منتخبنا حبيبي الوطني للناشئين 2007 لا 8 8 انا اسف معلش 7 من 8 هو مش هتفرق كتير يعني. انا عارف ان انت في معسكر مفتوح. الامور جيده في المنتخب. هل جيل 2008 جيل جيد من وجهه نظرك؟ يعني حراسه المرمى الاول ولا في كله؟ لا انت احنا هنتكلم على الجيل بقى كامل. اتكلم على الجيل جيل كامل يعني اعتقد. لا الجيل ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم جيل مبشر. لا بجد يا احمد، هل انت شايف ان جيل هنلاقي فيه على الاقل 5-6 لعيبه؟ على طب ما انت مش عايز اكتر من كده. على 5-6 لعيبه يلعبوا فوق. ماشي، بس بقى خلي بالك انت برضو بتبقى عندك امال وفي حاجات كتير بتقف قدام اللعيبه. ايوه، حياه اللعيبه بره، دماغ اللعيب، صحيح، عقليته، الكوره اللي هو بيلعبها. يعني في لعيب مثلا من غير ذكر اسماء في نادي الاتحاد انا شايفه من احسن الناس اللي موجود الاتحاد السكندري 2008 في مكانه. موجود في مكانه. الولد ده لو كمل وطلع بره هيروح في حته تانيه خالص. خالص. اوكي ماشي، بس هو هيكمل في حته معينه دماغه مش هتبقى مظبوطه، فما اعتقدش ده. لان ما ده دوركم، ده واهتم احنا اخرك هتعمل ايه؟ هتلمع اللعيب؟ لا بقى يعني ما تفضل ما يسمع الكلام ده من واحد زيك، من نجم كبير زيك. لا الكلام بيوصل. لا الكلام لا بيوصل. لما يسمع الكلام ده من حضرتك كابتن ومن احمد الكاسبي على طول بيتكلم معاهم، محمد ابراهيم ورامي رامي طبعا، فبنتكلم معاهم اسماء كبير يعني الثلاثه باسم الاربعه يعني كلكم ماشي. انا معاك تماما، ولكن احنا بنتكلم هو مش هيفكر. احنا بنتكلم وبنوصل وبنقول وفي ناس بتهتم وتساعدوه كمان. خلي بالك في ناس بتهتم بنفسها لدرجه ان احنا مثلا سايبينهم من 3 شهور. اخر حاجه كان في بطوله في شمال افريقيا في الجزائر والحمد لله خدناها. جينا لقينا الوضع بعد 3 شهور الاولاد اتغير حالهم خالص. هو ده اللي انا بقوله لك. هم خلي بالك اشتغلوا على نفسهم. تحديدا نادي الاتحاد السكندري الحاج محمد مصلحي هناك والكابتن امام عاملين شغل يعني الحاج محمد مصلحي بقيمته بوجوده في هذا المكان. يعني انت حتى لما انت تتكلم او كابتن كاس او كابتن محمد او رامي او اي حد، لا كابتن احمد اتكلم عليه على طول. انا بقول لك هتلاقي هتلاقي الحاج محمد نفسه حتى لو بره النادي مهتم بالولد وكل حاجه. ودي حقيقه يعني في اهتمام، ولكن انا بتكلم في ايه؟ في الحياه العامه برضو. انت يعني فهمتك، بس يعني بحاول على قد ما انت عايز تداري، بس انا بقول لك الحقيقه اللي بيحصل فعلا. الولد في ناس مبشره، بس هي القصه بقى ايه؟ هل العقليه بتاعتهم هتكمل في طريقهم؟ هل الظروف المحيطه هتخليهم يكملوا؟ هل هيلاقي مدرب يزقهم؟ خلي بالك بتفرق كتير قوي لما مدرب يكون بيحب ناشئين وبيزقه بدري. الله، دي بتفرق كتير قوي 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 مع اللعيب 3 4 5 سنين. وخلي بالك الاتحاد اليومين دول بيعمل كده. نادي الاتحاد يعني ماشي، بس طبعا للظروف ان هم خلاص كتير. يعني في انديه كتير بتحاول تزق، بس انا على فكره مش بتكلم على الواد ده كعين. انت بتتكلم بشكل عام. بشكل عام انا بديك مثال واحد من ضمن ناس. في نص ملعب لعيب كبير جدا، في سترايكر كويس جدا، في هاف كويس جدا، في باك ليفت عالمي. خلي بالك انت كل اللي بيتعمل ده ما انت بتعمله ليه؟ عشان الفريق الاول. بالظبط. انت عندك مثلا الفريق الاول في النادي الاهلي، وانا هقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا، انه قطاع الناشئين عندنا 2 لعيبه صغيرين 2004 و2005 عبد الله وعبدين، الاثنين لعيبه كويسين جدا، ولكن الراجل مصمم ان هم يتمرنوا مع الفريق الاول. نعم. بياخدوا نفس الاجازات، بياخدوا كل يعني لما جالهم ماتشات قريب ها اصر ان هم ما كانش عايزهم يروحوا. مرضيش يروح. مرضيش. انا معاك، انا معاك. المنتخب مرضيش، عايزه مع الفرقه. ده ليه؟ هو هنا ده اللي انا بقوله لك بقى. تمام. انه هنا الراجل بيعمل مع عبد الله وعبدين ايه؟ بيعمل معاهم ايه؟ بياخدهم بيحضره. الله ينور عليك. بيدخلهم الاجواء. بيدخلهم انتوا فريق اول. بالظبط. انتوا معانا، احنا الاثنين احنا قصه الاثنين الاستوبر دي عندنا محتاجين فيها. صح. فاحنا انتوا معانا، معسكرات ياخدهم ما يلعبوش، بس موجودين، شوفوا تمرين الشباب عامل ازاي، الناس بتعمل ايه؟ انا ده وجهه نظري، انا لما سالته يعني كولر مع خالد. للامانه الكلام ده حاصل. فعشان كده بقول لك انت لما تقعدوا مع الولاد وتحكوا لهم مش ده، كلهم. بقول لك هو الكلام ده حاصل، وحاصل بطريقه مكثفه للامانه. يعني انا عندي مثلا حارس في الزمالك بيتصعد معاهم على طول دلوقتي وموجود معاهم في الماتشات، عمر عبد العزيز. الزمالك الحقيقه فرصه كويسه برضو لان هم بيدوا لا، والولد مبشر ان شاء الله، ربنا يسهل له حاله. عمر بيتمرن مع الفريق الاول بقاله حوالي مثلا 8 شهور، دخل معاهم ماتشات في الدوري. يعني انا لدرجه حتى فتره الاعداد اللي انا فيها دي ما بعتلهوش، اجيبه عن بيه. الولد لسه ما فصلش من الموسم اللي فات طبعا، عكس كل زمايله، فما ينفعش.
لا هو بيتمرن كده كده فوق، بس بتكلمه طبعا. اه بكلمه على طول. اه يعني طول. ان انت معانا بس انت يعني آه. اصلا وفي تواصل، انت عارف الحاجات دي بت... لا 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 نفسيا لا. الحمد لله يعني نعرف طبعا لان احنا عشان بص هي دي نقطه ايجابيه ان احنا عشنا الحاجات دي. أيوة. وعارفين انت عايش ودارس الديفول. ايوه بالظبط. ايوه بالظبط. كمل بس كده عشان الديفول الديفول اللي بيحصل فيها بيأثر على الولد بنسبه كبيره جدا جدا جدا، لان الناحيه النفسيه هي كل حاجه في الكوره حقيقي. فالمتابعه مهمه جدا. الكلام خلي بالك ساعات كتير جدا في المحاضرات الكلام بتاع كابتن احمد الكاس بيبقى كله معنوي اكثر منه فني دلوقتي. ليه؟ لان اللعيبه دي برضو عايزه تحس بنفسها برضو. مع احترامي هم لسه لحد دلوقتي ما حسوش بقيمه منتخب مصر، بقيمه التيشيرت بتاعهم اللي هم لابسينه. ثانيا ده سنهم صغير 16 سنه، فلو الولد لازم يحس الاول بقيمه منتخب مصر، لازم يحب يحس باهميه التيشيرت اللي هو لابسه عشان يطلع كل اللي عنده. صحيح. واعتقد دي كابتن احمد بيعرف يعملها كويس جدا جدا، واحنا بنحاول نزق في نفس الاتجاه. وبص مش هجمل لك الامر، بس انا بقول لك اهو ان شاء الله ال 2008 دول على الاقل هيبقى منهم 5-6 هيكملوا فريق اول، ومستريح منهم 2-3 ممكن يكملوا منتخب مصر. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت بتعمل كل ده علشان طبعا اسم مصر وكل طبعا حاجه، ولكن طبعا الانديه برضو تبقى عندها قاعده ناشئين كبيره أكيد ومهمه، وخصوصا في السن ده يا دوبك ده خلاص. اكيد. لا ما خلاص، وبعدين هي المشكله ان السن ده لا قدر الله ما وصلناش، السن ده هيتدفن اللي بعده ويتزق على 2007. صح. فانت لو لا قدر الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل كاس عالم ربنا المستعان ان شاء الله، هتفرق مع الجيل ده كتير جدا. هتزق فرقه 2007 اللي راح اللي هتبقى موجوده في فتره معينه ممكن توصل الاولمبياد هي و2009. فانت يعني الجيل ده نواه لجيل كامل. زي مثلا 2005 الجيل اللي موجود دلوقتي معاك 2005 اللي هو خد 2005 صحيح. 2006 ده نواه الجيل. فانت برضو لازم تحط في دماغك ان انت مش هتقف عند 2008، لا ده انت 2008 بتزوق بيه 2007 بتزوق بيه 2000 وهكذا بتزوق فيه فريق اول. فاعتقد لا يعني ربنا ييسر الحال بس والدنيا تمشي على خير ويكتب لنا الخير ان شاء الله يا رب دايما. برضو بما اننا بنتكلم في هذا الاطار، الخطه اللي محطوطه من قبل المدير الفني كابتن علاء نبيل اللي هي مهمه جدا جدا، لانه اللي جاي صعب، فهو بيحضر من بدري. يعني انا مره قلت مع بدايه تعيين كابتن علاء نبيل افلح ان صدق. لا صدق قوي. اه فلما قلت لكابتن علاء كده، هو كابتن علاء اخويا الكبير طبعا، بس طبعا الواحد في الشغل فكلمني هو قال لي اسلام على فكره احنا بنعمل 1 2 3 4. وطبعا قبل ما هو يكلمني انا كنت سائل احمد وسائل محمد وسائل علي وسائل حسين، فانا عارف ايه اللي بيحصل. فحقه برضو ان احنا نقول ان هو بالفعل صدق، وصدق بشكل ليس بنسبة 100%، وانا هقول لك ليه يا كابتن علاء بالمناسبة، ولكن مش بنسبة 100%، ولكن كابتن علاء يكفي ان هو عمل ريح المدربين. يعني ايه؟ ما كانش عندنا دورات للتدريب يا احمد بتتعمل لمدة، وانت جيت كنت مرة معايا هنا من سنة ونص سنتين وانا قلت الكلام ده وكنت بتشتكي امر الشكوى. دي حقيقة. دلوقتي بتتعمل الدورات على اعلى دي مستوى. دي حقيقة. في ظل وجود مدير فني محترم لاتحاد كره القدم. طيب دي حاجه واحده بس انا بس حبيت اقولها بسرعه عشان مش عايز اسرد، عشان لو سردت هيقولوا عليا ان انا بجامله عشان هو جه، بس انا عشت 7 شهور من غيره وبقالي 4 شهور بيه. وضع مختلف تمام. اقسم بالله السما من العمى. السما من الارض. صح. السما من العمى. يعني انا هقول لك حاجه، دورات مدربين عمل لنا دوره طبعا دي الوزاره مشاركه فيها دكتور اشرف صبحي، عمل دوره للمدربين بتوع المنتخبات 22 22 مدرب يعني. حاجه 22 مدرب حاجه جميله جدا، حاجه جميله جدا يعني. جدا جدا. وانت بتشتغل خلي بالك انا متابع السيتي. جيد للي بيحصل. عارف ليه؟ لانه زي ما قلت لك انا كنت متاكد ان كابتن علاء، انا قلت له بقول لك على الهوا كده افلح ان صدق، لانه قال كلام ما اعرفش هيتنفذ ولا لا، لقيته بينفذ واحده واحده. فلازم برضو نلقي الضوء على مثل هذه الامور. ولازم إن عندنا لازم يا جماعه عندنا حاجه حلوه بتحصل. دي حقيقه. فلازم نقول طيب ان في حاجه حلوه. نقطه مهمه جدا كانت مش موجوده قبل ما يجي كابتن علاء، كل منتخب في ناحيه. اوكي. كل منتخب بالجهاز بتاعه في ناحيه. دلوقتي في تواصل ما بين الاربع منتخبات. صحيح. احنا 5 7 8 9 الاربع منتخبات بيقعدوا مع بعض، بنتناقش مع بعض، بنتكلم مع بعض في الكوره، بنحاضر يعني كل واحد عنده حاجه بيقولها. رايحين جايين. الكلام ده ما كناش بنشوف اصلا المدربين التانيين اللي ماسكين السن اللي غيرنا.
احنا مثلا احنا وكابتن اسامه نبيه لما سافرنا البطوله اسامه ماسك 2007 سوري كابتن اسامه لما جينا نسافر 7 كابتن اسامه كابتن اسامه 8 كابتن احمد الكاس 9 كابتن حسين عبد اللطيف اوكي فاستعنا بثلاث لعيبه من 2007 لان البطوله اصلا كانت بتاعه 2007 مش بتاعتنا فاستعنا بثلاث لعيبه جه كابتن اسامه قعد معانا على الترابيزه انا عندي فلان وفلان 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 هتاخد مين الكلام ده ما كانش بيحصل خالص لا صحيح ادي رقم 2 رقم 3 ان البطوله هتبتدي 1/9 ده ما كناش بنشوفه بطوله الناشئين وانه يحط شرط في 2005 ان بقى واحد منهم على الدكه موجود في الدوري الممتاز في ماتشات الدوري الممتاز للفرق اللي بتلعب الدوري الممتاز الكلام ده لو حصل هيفرق مع اللعيبه جدا 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 اذا كنت انا بقول لك كولر هو احنا بدانا ليه الكلام هنا دي حقيقه لان كولر بقول لك هو واخد الولدين الشباب دول يعني هم 2005 ماشي سن معقول 20 سنه مثلا سن كويس تمام ولكن في النادي الاهلي تحديدا صعب تحط رجلك بسهوله فانت هو واخدهم معاه كانهم بيلعبوا ايوه ايوه يا مستر كولر طب عندنا ماتش في الدفاع الجوي يقول لك لا ما هم مع الفرقه طب يا مستر كولر عندهم ماتش مع المنتخب قال لك لا لا هم مع الفرقه ليه فلما سالت خالد ما سالت يعني وقلت لهم يا جماعه ايه اللي بيحصل قال لك يا جماعه لانه هو الراجل بيرتب ان الناس دي موجوده الفتره اللي جايه بيرتب لهم دماغهم يعني ايوه صح عشان يقدر يستفيد وهو ده ما انا عشان كده بقول لك ايه فكره ان كابتن علاء ان واحد من الناشئين او 2005 تحديدا في كل فرق الدوري يبقى قاعد على الدكه على الاقل لو مش موجود في الملعب لا هو 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 طالب حاجه زي كده أوكي. بس بقى هتتنفذ ولا مش هتتنفذ طب انا بقول لك الفكره في حد ذاتها فكره عظيمه لا عظيمه طبعا مش مشكله بقى 2005 2006 بقول لك يا ابو احمد انا بالنسبه لي بصراحه يعني كابتن علاء عمل حاجات حلوه كتير الفتره اللي فاتت وانا ان شاء الله هعمل بس عشان ما فيش وقت الماتشات اليومين دول لكن هعمل موضوع على القصه يستحق. دي لانه مهم لان يستحق الموضوع كله الناشئين كلهم يستحقوا اللي اتعمل ونقول اللي حصل ايه وصراحه وجود لكن كابتن يوسف برضه للامانه كابتن محمد يوسف كابتن بص مكوك طبعا موجود في كل مكوك يخلص السته يروح على طول ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا انا بالنسبه حصل. لي ان هو يعمل دورات المدربين بهذه الكميه وبهذا الشكل صح وبهؤلاء المحاضرين الرائعين اللي شفناهم سواء كبار او جيل وسط دلوقتي وفي اجيال صغيره دخلت لو خدت بالك أيوه. وبالتالي انت هنا بتتكلم عن ان انا دلوقتي كل المدربين اللي كانوا بيبعتوا لي يقولوا لي احنا بنشتكي من ان احنا ما عندناش دورات تدريبيه دلوقتي مبسوطين على الاقل على الاقل يبقى المدرب قاعد حضرتك قاعد معاك رخصتك صح معاك معايا انا رخصه بتقول ان انا مدرب فلان كذا 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 دي حقيقة دي حقيقة فدي بالنسبه لي اهم مكسب حصل ما هو انت عشان في الاربع خمس شهور اللي فاتوا وعشان عشان تحسن